لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كيفية دخول المرء في الإسلام. يجب أن نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة لنقرر في ضوئها الأصول والقواعد الشرعية في قضية الكفر والإيمان، لأن هذه قضية من أخطر القضايا ولها ما بعدها من الآثار كما نوهنا قبل ذلك. فينبغي الاعتماد على النصوص المعصومة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال فهم علماء أهل السنة والجماعة لهذه النصوص، حتى لا نتيه في المتشابهات أو نضرب الآيات والأحاديث بعضها ببعض، انطلاقا من اعتقادنا الراسخ بأن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، خلافا للفرق النارية التي انحرفت عن هذا المنهج القويم. من هذه الحقائق التي ينبغي أن نتفطن لها ونهتم بتوثيقها حقيقة أساسية جدا، وهي كيف يدخل المرء في الإسلام؟ هذا سؤال جوابه معروف ومشهور لكل مسلم، وهو أنه يدخل في الإسلام بالشهادتين: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل في الإسلام، وأجريت عليه أحكام المسلمين وإن كان كافرا. وقد بينا من قبل تفاصيل شروط الشهادة، فلا بد أيضا من استحضارها هنا، لكن القول المجمل أن مفاتيح الدخول في الإسلام هو الإقرار بالشهادتين. فكل من كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذلك منه ويحكم له بالإسلام، ولم تحصل تلك الأشياء التي اخترعها وأحدثها أناس كثيرون من أهل البدع حتى يحكموا على الشخص بالإسلام، من أنه لابد أن يفعل كذا وأن يفهم كذا، وهذه يتوقف فيها حتى نتبين هل يفهم التوحيد أم لا، إلى غير ذلك مما اشترطوه من الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه من يقر بالشهادتين يقبل منه ذلك، ولا ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة أو حول الزكاة أو شهر رمضان إلى أن يؤدي هذه الفرائض ثم يحكم له بعد ذلك بالإسلام، بل يكتفي منه بالإيمان بها، وألا يظهر منه إنكار لهذه الأشياء. لكن إذا أتى وقت الصلاة يعلم الصلاة، ويجب عليه أن يصلي ويحاسب إذا قصر في ذلك،
وإذا حال الحول وكان له مال تجب فيه الزكاة فيأتي عامل الزكاة ويأخذ منه الزكاة ويحاسبه إذا قصر أو يرفع أمره إلى القاضي أو الإمام. وهكذا في سائر الأركان الظاهرة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقنع بالحديد في حال غزو، مع المقنع بالحديد يعني لابس عدة الايه؟ عدة الحرب، في حال غزو أو استعداد للقتال. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ يعني أبدأ أولا بالقتال ثم أسلم، أو أسلم أولا ثم أقاتل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم مضى إلى القتال فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فلو كان الأمر كما يزعم كثير من الناس الذين يخترعون شروطا ويحدون حدودا للإسلام لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى نستوفي منك أمور العبادة وتوحيد العبادة وتوحيد الحاكمية وكذا وكذا مما يشترطونه ويحدونه. لكنه قبل منه الإسلام بالشهادتين. وكان واجب الوقت أن يبادر بالجهاد في سبيل الله فقتل. وبذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نجا بهذه الكلمة التي قالها. أيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وغيره أن أسامة قتل رجلا شهر عليه السيف، وفي بعض الروايات أن هذا الرجل أصاب نكاية شديدة في المسلمين، وكان له قوة وبأس وكان له قوة وبطش شديد في القتال حتى أنه قتل كثيرا من المسلمين. فلما اقترب منه أسامة ليقتله شهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أشد الإنكار وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قالها تعوذا من السيف. فقال: هل لا شققت عن قلبه؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث رواه مسلم. ومعنى حسابهم على الله يعني أقبل منهم ظاهرهم، أما حقيقة ما في قلوبهم فحسابه على الله. وفي رواية لمسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي البخاري عن أنس مرفوعا: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله. والمقصود بالناس هنا مشركو العرب كما قال العلماء وكما فسره أنس في حديثه، لأن أهل الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالشاهد أن هؤلاء المشركين من العرب
إذا قالوا لا إله إلا الله دخلوا بها في الإسلام وصاروا معصوم الدماء والأموال، لأن الشخص المعصوم في المجتمع الإسلامي إما أنه معصوم بسبب الإسلام أو معصوم بسبب العهد والذمة، فلا يجوز أن تخفر ذمته. وهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا هو من الأحاديث المتواترة، فقد رواه 15 صحابيا. ومعلوم أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، أي قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. وهذا الكلام مروي عن سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو أحد أئمة الحديث المشهورين. فما الجواب عن هذه الشبهة بأن ممن روى هذا الحديث بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم جدا، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، فهذا لم يكن في أول الإسلام فقط، ثبت أيضا بعد الهجرة بزمن. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام، يقبل الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة رضي الله عنه قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. مناقشة صاحب كتاب حد الإسلام، حد الإسلام وحقيقة الإيمان، مؤلفه عبد المجيد الشاذلي. هو عبد المجيد ابن يوسف ابن عبد المجيد الشاذلي، ولد سنة 1938 ميلادية في بسيون بالغربية، ووفاته سنة 2013، يعني من كم سنة؟ من 3 سنين. تخرج من كلية العلوم قسم الكيمياء جامعة اسكندرية. جده أحد شيوخ المذهب المالكي في الأزهر. من أهم الكتب التي قرأها وأثرت به كتابي الموافقات والاعتصام للشاطبي، حتى لقب بالشاطبي الثاني. تتلمذ في شبابه من خلال وجوده في إطار جماعة الإخوان المسلمين على يد الأستاذ محمد يوسف هواش، ثم فيما بعد على مؤلفات الأستاذ سيد قطب والأستاذ محمد قطب والأستاذ أبو الأعلى المودودي، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب. وطلب العلم على يد الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن باز وابن جبرين، وأصدرت له جامعة أم القرى كتابه الكبير حد الإسلام وحقيقة الإيمان. هذا الكتاب الذي سيتولى الرد عليه فضيلة الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم فيما سنذكره لكم. كثر السؤال في عدة مناسبات عن حد الإسلام، وسبق الوعد بتلخيص بعض الدراسات التي كتبت فيما يتعلق بهذه القضية، ولعل هناك كتابا مشهورا يحمل اسم حد الإسلام وحقيقة الإيمان، فربما حصل اشتباه في بعض قضايا هذا الكتاب على بعض الإخوة.
فلذلك نلخص كلام بعض الباحثين في نقد هذا الكتاب في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. المقصود بحد الإسلام عند الكاتب، نبدأ أولا بكلمة حد الإسلام، نبدأ أولا بكلمة حد الإسلام في ذاتها. فالمؤلف استعمل هذا التعبير ليدل على أصل الدين، فحد الإسلام عنده هو أصل الدين الذي يتوقف على تحققه ثبوت عقد الإسلام. والكاتب استعمل هذا التعبير في ثنايا كتابه كثيرا للدلالة على هذا المعنى، فنتجاوز التسمية مؤقتا ثم نتعرف على مقصود الكاتب بكلمة أصل الدين أو حد الإسلام، ويعبر عن مقصوده بها فيما يلي. يقول: إن حد الإسلام هو ما يتوقف على تحققه واستفائه ثبوت عقد الإسلام ابتداء. فالإسلام عبارة عن عقد، وحتى يثبت هذا العقد ويصح لابد من تحقيق هذا الحد الذي حده هذا المؤلف. وبالتحقق واستفاء حد الإسلام يثبت عقد الإسلام، فهو الذي يكون به المسلم مسلما، ومن تولى عنه لم يكن مسلما. يعني من لم يتحقق فيه هذا الحد ومن لم يستوفه لم يكن مسلما. أيضا ربما عبر عنه أحيانا بتعبيرات مختلفة، فهو عنده الإيمان وهو الإسلام وهو التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فمسماه واحد لا يختلف باختلاف الأسماء. أيضا اعتبر الكاتب حد الإسلام الذي حده شرطا في صحة الأعمال وقبولها، فهو سابق على غيره من التكاليف وغيره لاحق بها، ولا يقبل ولا يصح إلا به. يعني ما عداه من الأعمال لا تقبل منه إلا بتحقيق هذا الحد. أيضا ذهب إلى أن حد الإسلام ذو شقين: تصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته جملة وعلى الغيب. إذن حد الإسلام مركب من ركنين: الجانب الأول تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والجانب الثاني عملي: التزام شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. وقد يعبر أحيانا عن الشقين بالركنين، يقول في بعض المواضع: لا يقبل ركن من أركان الحج بغير الركن الآخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق. هذا كلام مجمل في حد الإسلام، وهذا هو المقصود بالإجمال في تعريف حد الإسلام، أنه تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته جملة وعلى الغيب. وحينما يسلك مسلك التفصيل ويوضح أكثر، فيذهب إلى أن أركان حد الإسلام ثلاثة: الحكم والولاية والنسك. يقصد بالولاية الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين. وحتى يتحقق حد الإسلام فلا بد أن يكون الحكم لله بلا شريك، والولاية لله بلا شريك.
أيضا من خصائص فهم الكاتب لحد الإسلام أنه لا تفاوت ولا تبعيض بين أركانه، يعني أن هذا الحد لا يتبعض، بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص، فهذا الحد متلازم في جزئياته لا ينفك بعضه عن البعض الآخر. العذر بالجهل في حد الإسلام، ذكر الكاتب في شرح حد الإسلام أن هذا الحد لا عذر فيه بالجهل، فمن تحقق لديه كان مسلما، ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتبار لعلم أو جهل. هذه بعض الخصائص التي أوردها الباحث مما سماه حد الإسلام، والذي تدور حوله فكرة مؤلفه من البداية إلى النهاية. فالمتأمل لهذه الخصائص التي أوردها الباحث في خصائص حد الإسلام يدرك أن مقصوده بيان ما يمكن أن نسميه بالحد الأدنى من الدين، والذي يجب تحققه في كل إنسان لكي تثبت له صفة الإسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه أو تخلف جزء منه إلى تخلف الدين كله. ويمكن أن نتذكر هنا حديثا آخر ويمكن أن نتذكر هنا حديث آخر رجل يخرج من النار، ولا شك أن هذا لن يخرج من النار إلا إذا كان موحدا ومعه الحد الأدنى من الإسلام. فما هو هذا الحد الأدنى؟ فما هو هذا الحد الأدنى؟ بتعبير آخر، إذا فرضنا أن رجلا يهوديا أو نصرانيا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يحكم له بالإسلام أم لا يحكم له بالإسلام؟ في ضوء هذا الكلام يتضح الفرق بين الطريقتين. طريق من يشترط مثل هذه الشروط في حد الإسلام، وطريق القافلة الكبرى من أهل السنة والجماعة في كل العصور. فهذا البحث يفترض حدا أدنى، وهذا الحد يجب أن يكون متماثلا متساويا في جميع المؤمنين، فلا يتفاوت ولا يتضاعف ولا يزيد ولا ينقص، يرتبط بوجوده استحقاق الإنسان صفة المسلم، ويرتبط بتخلفه تخلفها. وهذا القدر أيضا لا علاقة له بعلم ولا بجهل ولا بحداثة عهد بالإسلام أو رسوخ قدم فيه، ولا بإقامة في دار الإسلام أو في الجبال والبوادي المنعزلة. يقول المؤلف في تصوير عدم العذر في حد الإسلام، وذلك لأن للإسلام حدا لا توجد صفة الإسلام قبل استيفاء أركانه، ويتخلف الحد بتخلف أحد أركانه. هذا الحد كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين، الإسلام هو توحيد الله وعبادته، هو توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به. فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. يقول وهذه القاعدة تنطبق على كل أركان الحد. الفرق بين حد الإسلام والإيمان الواجب، يفرق الباحث بين حد الإسلام
وبين ما دونه، فعنده فرق بين حد الإسلام وبين الإيمان الواجب. فالإيمان الواجب يقع فيه تفاوت ويقبل الازدياد والنقصان. الإيمان الواجب العملي من أداء المفروضات وترك المحرمات، هذا هو الجانب العملي من الإيمان بعد ثبوت حد الإسلام. فحد الإسلام إذا اختل ركن من أركانه أو شيء من أسسه يحبط كل الإيمان، ولا يستحق الإنسان صفة المسلم. أما العمل فهو فعل الفرائض واجتناب المحارم، وهذا هو الذي يحصل فيه الزيادة والنقصان. يقول: عندما يكون الإسلام قسيما للإيمان في الدلالة بمجموعهما على أصل الدين، يكونان متلازمين، لا يقبل أحدهما بدون الآخر. وتخلف العمل هنا كفر، لأنه لا إيمان يقبل بدون إسلام. وإذا عبر بالإيمان عن مجموعهما فإنه في هذه الحالة لا يتباعد ولا يزيد ولا ينقص. وفي حالة الإيمان الواجب فإن الإيمان يزيد وينقص، وإذا ذهب بعضه بقي بعضه. ومن خرج من الإيمان الواجب بترك الفرائض وارتكاب المحرمات خرج من الإيمان إلى الإسلام، فلم يخرج من الإيمان مطلقا، ولكن خرج من الإيمان الواجب إلى الإيمان المجمل، لأن الإسلام لابد له من إيمان يصح به. فإذا ذهب العمل بقي التوحيد بشقيه القولي والعملي، ولهذا فإن الإيمان الواجب يتبعض ويستثنى منه، ولا يستثنى في الإسلام ولا الإيمان المجمل، بل يقطع به. يعني لا يجوز أن يقول إن شاء الله، فهنا الإيمان المجمل لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، لكن الإيمان الواجب هو الذي هو أداء الفرائض وترك المحرمات، يرد عليه ذلك كله. وقرر أيضا في موضع آخر أن الفروع تتبعض وتتساوى، والأصل لا تفاوت ولا تبعيد بين أركانه. وفي ضوء هذا الكلام نناقش قضيتين: الأولى، هل الإيمان المجمل قابل للتبعيد والتفاوت والنقص والزيادة أم لا؟ القضية الثانية، ما هو ذلك الإيمان المجمل؟ وبلغة الكاتب والصلاحه، ما هو حد الإسلام الذي عقد الكاتب مؤلفه كله لتقريره؟ قبل الخوض في جواب هذين السؤالين، نقف أولا عند هذه التسمية لننظر مدى دقة هذا التعبير على المعنى الذي قصده الكاتب به، والذي ذكرنا خصائصه وسماته آنفا. نقد كلمة حد الإسلام: هذه التسمية التي أطلقها الكاتب على أصل الدين موضع نظر، بل هي غير صحيحة أصلا. والسبب في ذلك أن الحد في الاصطلاح هو التعريف، فلا بد أن يكون الحد مطابقا للمحدود. أما أن يعرف الشيء بذكر جزء من أجزائه أو ركن من أركانه، فذلك غير معهود في باب التعريفات. والكاتب استخدم هذا التعبير اللي هو حد الإسلام لبيان الحد الأدنى من الدين الذي يثبت به عقد الإسلام، والذي يؤدي تخلفه إلى تخلف صفة الإسلام أصلاً، ولا يثبت للإنسان الإسلام، ولا يعرف عند أهل العلم استخدام مثل ذلك في الدلالة على هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم سطر الإسلام والإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحد إذا قيل ما كذا
قيل كذا وكذا. فسئل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. سئل مثلا ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. سئل عن الكبر عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهذه التعريفات يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حدوده الدنيا. يعني ذكرك حقيقة الشيء الذي تريد أن تعرفه ولا تقتصر على ذكر الحد الأدنى منه. عند ذكر كلمة الحد فمعنى الحد هو التعريف كما تدرس في أي علم من العلوم أن تعرف الشيء الفلاني كذا. فالحد يكون جامعا لكل أركان وأطراف وفروع ما يدخل تحت هذا المصطلح مانعا غيره من الدخول فيه. فلا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا. أما أن يعرف الشيء ويكون تعريف الشيء وتحديده بذكر جزء من أجزائه أو ركن من أركانه فذلك غير معهود في باب التعريفات. ماشي. ربما يجاب عن الشيء بذكر أحد أركانه لكن ليس في مقام التعريف والتحديد بل في مقام التأكيد على أهمية هذا الركن وتعظيم أمره. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فهل معنى ذلك أن الركن الوحيد في الحج هو الوقوف بعرفة أم أن هناك أركانا أخرى للحج لا يصح بدونها؟ فهو هنا يقول الحج عرفة لبيان أهمية ركنية الوقوف بعرفات في الحج. لكن ليس كل الحج هو عرفة. فحينما نريد أن نضع تعريفا فلا بد أن نستوفي كل أركان المعرف. وأما في مثل هذا الجواب فالمقصود تعظيم أمر هذا الشيء المذكور والتنويه بأمره وبيان أهميته. العنوان اللي بعده بيقول مسالك تقرير حد الإسلام عند الكاتب. مسالك تقرير حد الإسلام عند الكاتب. نعود إلى الكلام الذي ساقه في مقدمة المسلك الإجمالي ثم التفصيلي في بيان حد الإسلام. فقد سلك مسلكين في تقرير حد الإسلام، أولا مسلك الإجمال، ثانيا مسلك التفصيل. مسلك الإجمال هو أن حد الإسلام ذو شقين أو ركنين: تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته جملة وعلى الغيب. وذكر في موضع آخر أن هذين الشقين هما حد الإسلام. فقال في بيان العلاقة بين الأصل والفروع: لا يقبل ركن من أركان الحد بغير الركن الآخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق. فلا بد من استفاء الحد كله لاستحقاق الاسم والصفة. وتخلف ركن من أركان الأصل يتخلف به الأصل، والدين يتخلف بتخلف الأصل. أما الفروع فالغالب فيها أن لا تلازم بينها في الفرائض والواجبات، وإتيان الواجبات وترك المحرمات يمكن أن يتخلف بعضها دون بعض دون أن تنقص أصل الإسلام بالكلية. هذا ما يتعلق بالمسلك الإجمالي. أما المسلك التفصيلي فإنه حينما فصل حد الإسلام وضع له ثلاثة أركان: توحيد الحكم والولاية والعبادة أو النسك. طبعا هذا كلام جديد، السلف لم يقولوا بمثل هذا الكلام. يعني
فعند حديثه عن أركان توحيد العبادة قرر أنها ثلاثة، فسلك مسلكا مفصلا، فقال هي نفي النسك عن غير الله عز وجل، يعني عدم صرف العبادة لغير الله، ثم هي قبول شرع الله ونفي ما سواه، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالولاية. وأراد أن يفصل هذا الأمر فقال أصل الدين وحد الإسلام سواء علينا سميناه الإيمان أو الإسلام أو التوحيد أو الدين أو إفراد الله تعالى بالعبادة، فمسماه واحد لا يختلف باختلاف الأسماء. وبالنسبة لهذا المسلك الثاني وهو مسلك التفصيل، لم يقتصر الكاتب هنا على مجرد الاعتقاد المجمل للألوهية، وإنما تجاوز ذلك إلى عمل استقراء لما يندرج تحت توحيد الألوهية من المفردات، وجعل هذه المفردات الثلاثة مرتبطة بما سماه حد الإسلام الذي لا تثبت صفة الإسلام قبل استيفائه، والذي لا يعذر فيه أحد بالجهل كائنا من كان، بل من كان عليه كان مسلما، ومن لم يكن عليه كان كافرا، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، لأنه مما لا يتوقف الحكم به وتقسيم الناس على أساسه إلى بلاغ أو إعراض. فلم يقتصر هذا المسلك التفصيلي على الاعتقاد المجمل للألوهية، وإنما تناول ما يندرج تحته من تفاصيل العبادة. فتحت البند الأول من المسلك التفصيلي ذكر نفي النسك عن غير الله تعالى، وبهذا دخلت تحت هذا البند كافة صور العبادة من دعاء واستغاثة ونذر وذبح وتوكل ورغبة ورهبة وخوف ورجاء وإنابة وغير ذلك. ودخل تحت البند الثاني نفي الحكم عن غير الله عز وجل، كل صور تبديل الشرائع والحكم بغير ما أنزل الله. ودخلت تحت البند الثالث نفي الولاية عن غير الله عز وجل، كافة صور الموالاة لأعداء الله الجلية والخفية بجميع شعبها وأنواعها، فلم تثبت عنده للمرء صفة الإسلام بادئ ذي بدء إلا باستفاء هذه الأركان من شهادة الشهادتين، واستوفى مثلا الإقرار والفهم والالتزام بقضية توحيد النسك وتوحيد الولاية. ولكن إن كان عنده خلل في بعض أجزاء قضية الحاكمية مثلا، فهذا لا يقول إنه ارتد بعد الإسلام، بل يقول إنه لم يدخل في الإسلام أصلا، ولم يصر مسلما بسبب تخلف بعض هذه الأركان، فلا يثبت للمرء صفة الإسلام بادئ ذي بدء إلا باستفاء هذه الأركان وتصحيح اعتقاده في كل ما يندرج به. إيه المنتقد على كتاب حد الإسلام؟ كتاب حد الإسلام بيقول لك كل الناس مش هنثبت لها إسلام لحد ما يجي نفهمه يعني إيه توحيد، يعني إيه عبادة، يعني إيه حكمية، يعني إيه ولاية. فلما نشرح له الكلام ده هو في الأصل عنده هما كلهم مش مسلمين، أو نتوقف فيهم لنقول مسلم ولا غير مسلم. يعني هو الكتاب ده بيزرع قضية الإيه؟ التوقف والتباين. كل الناس مش هنقول فيهم إيه؟ هنخليهم الفئة المتميعة ما بين المسلمين والكفار، أو منزلة بين المنزلتين، لا نحكم لهم بالإسلام ولا نحكم لهم بإيه؟ بكفر. هو هم خدوا النظرية دي من المعتزلة وطبقوها، خدت بالك؟ فيتوقفهم في إسلام الناس ولا يحكم لهم بإسلام، حتى ولو قالوا شهادتين، حتى ولو كان اسمه محمد ومحمود وإبراهيم، حتى وإن ولد من أبوين مسلمين، حتى ولو كان هو وأبوه وجده بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيعملوا كل حاجة، فهم في الأصل كده ما هماش مسلمين حتى يتم لهم
الاختبار. الاختبار هنقول له في حاجة اسمها النسك والعبادة لله وحده، والحاكمية لله وحده، والولاء والبراء كذا وكذا وكذا. انت قابلت الكلام ده ودرسته وفهمته، هيقول اه قابلته، خش معنا في الإسلام. طبعا هذا المنهج لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، ولا أبو بكر ولا الخلفاء ولا الأئمة قالوا به، ولكن ده هو اختراع جديد بيزرع قضية التوقف والتبين في حال اللي هم مسلمين بالولادة ومسلمين بالأسماء ومسلمين بالعبادات بتاعتهم ومسلمين ولدوا هم مسلمين، فيتوقف في القول بإسلامهم حتى يتم تدريس هذه المناهج له. بعد التدريس والقبول لهذه الأشياء ويتفهمها ويقبلها كده بقى مسلم، وقبل ذلك لم يكن مسلما، يا إما كافر يا إما متوقف في شأنه. من الكتب اللي زرعت التوقف والتبين خدت بالك كتاب حد الإسلام هذا، وأيضا كتاب بقى وقعنا المعاصر للأستاذ سيد الأستاذ محمد قطب، قال بأن هناك كتلتين، معسكر إسلامي متميز بإسلامه، ومعسكر الكفار والمشركين متميزين ايضا، وكان وبيدخل معاهم بقى العلمانيين والجاهليين والليبراليين ومش عارف ايه كده، دول معسكر، ومعسكر الاسلاميين، وبينهم شريحه كبيره جدا من المجتمع غير محكوم عليهم لا باسلام ولا بكفر، اللي هي بيسموها المنزله بين المنزلتين، اللي هم بيحصل توقف في حالتهم حتى يتبين هل هم مسلمين ولا لا. فهذان الكتابان، كتاب حد الإسلام وكتاب الأستاذ محمد قطب يعني واقعنا المعاصر، بإزرام هذه الفكرة اللي هي القطبية. القطبية مأخوذة عن حد الإسلام وكتاب محمد قطب، هم دول اللي زرعوا القطبية. أما اللي زرع فكرة التكفير المجتمع كافر لحد ما، فهذا أخذ من ظلال القرآن للسيد قطب. اللي زرع فكرة التكفير كتاب الظلال، واللي زرع فكرة التوقف والتبين كتاب كتاب حد الإسلام لعبد المجيد الشاذلي، وكذلك كتاب الأستاذ محمد قطب يعني وقعنا المعاصر. ليش احنا جامعة أم القرى تقر الكاتب على الكتاب ده؟ قلت ان جامعة أم القرى حصل بس هم نشروه، ولكن اللي تفحصوا الكتاب نقضوه بالصورة اللي انت شايفها دلوقتي. انت عاوز تقول لي يعني فيه سقطة حصلت بنشر الكتاب في أم القرى، بس انا معاك في الكلام ده. نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر.